السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إنسان حر من معهد تريد نت من دور التعليم السوني فيجاس. النهاردة إن شاء الله في الدرس 15 في المرحلة الثانية من مرحلة التعليم السوني فيجاس، هنتعرف على الحرف اللي نقدر نخليه زي نص أو نص عفوا نص يتنفس. طبعا اللي انا بعمله على النصوص او على الكتابه ممكن انت تعمله على فيديو، ممكن تعمله على صوره، زي ما انت عايز. وهوفر ليك النهارده الصوت بتاع التنفس، وعايزين الحرف يطلع وينزل اكنه بتنفس مع الصوت زي ما هنشوف العمل كده. ده العمل في اخره اهو، بص اتفرج، دي خلفيه انا حطيتها والصوت نتفرج عليه تاني اهو، تلاقي النص اهو يطلع ويدخل. احنا عايزين نعمل العمل ده او نشتغل على العمل ده ازاي يتعمل. نحذف طبعا كل اللي انا عملته ده اللي كان على سبيل التجربة، ادي ريموف يست اول خلاص، ونحذف ده ونحذف كل التراكات ونبدأ ان شاء الله. اول بداية هتبدأ معانا اول تراك اللي هيكون تراك الكتابة، هنجيبه اهو. طبعا الكتابة زي ما اتعلمنا عايزين نكتب عربي، خلاص بنفتح برنامج ابو رشيد وبنكتب مثلا ترايد نت، وبناخد هنا بناخد الكوبي بتاعه اهو، وبننزل برنامج ابو رشيد، وبنروح هنا سيلكت اول ونعمل باست اهو، ونبدا نختار الخطوط العلويه اهو، نختار الخط اللي احنا عايزين نشتغل عليه. عايز عشان نجيب ده اخر خلاص تقدر تشوفه اهو، نختار الخط اللي احنا عايزين نشتغل عليه، ادي 1 2 3. انا هشتغل ان شاء الله على الخط ده، واختار مثلا هيبقى اخر حاجه خليها تتعمل على 180. طبعا خلي بالك الشاشه لسه يعني هنا كلمه مش ثابته، خليها على 144 اهو، بس الكلمه راح يمين شويه هنعالجها دلوقتي. هندخل هنا على الافكتس خلاص، او عفوا ندخل على البروبرتيز الاول ونختار اللون. اختار لون الكلمه زي ما انت عايز طبعا، وابدا اهو اسحب اللون، شوف اللون اللي انت عايزه ايه، بص اللون بيتغير فوق ازاي اهو. انا مثلا هشتغل على اللون ده، انا هشتغل على اللون ده. طيب وبعدها اللي جنبها اهي ندخل عليها ونحرك تريد نت، نجيبها زي ما احنا عايزين في النص، يبقى كده الكلمه خلاص في النص. هنقفل كده، طبعا لو جينا نشغل كلمه عاديه ما فيهاش اي حركه، ما فيهاش اي حركه مونتاج. نخش على الفيديو فيكس هنا اهو، على الفيديو فيكس، ومن الفيديو فيكس نختار اول حاجه موجوده في حرف البي اللي هي بنش او بانش اهي، اللي هي دي هنختارها، ونختار اول فلتر ونحطه على الكتاب. هيطلع لنا طبعا اعدادات الفلتر زي ما احنا شفنا الشاشه عامله ازاي هنا اهي. هنفتح الكي فريم بتاعه ونروح نعلم على اول واحده زي ما اتعلمنا قبل كده اهو، ونروح نخليها على مثلا 87 اهي مثلا نجيبها. وعلى فكره ممكن تكتب 87 كتابه، ونروح مثلا للثانيه اهي هنا مثلا، بعدها خلي بالك من المسافه دي تحددها بالظبط، ونختارها على مثلا 391 اهو. بدل ما نقعد نعمل الكي فريم كله وناخد الارقام، لا احنا هنروح هنا اهي على اول نقطه خلي بالك، ونعمل عفوا نروح على اول نقطه ونعمل كوبي، هناخدها كوبي ونروح للمسافه الثانيه اللي احنا عايزينها اهي مثلا خلاص، ونعملها بس، وناخد ثاني نقطه خلي بالك كوبي، بدل ما نقعد نحط الارقام اهي، وارجع اخد اول نقطه كوبي واروح على الاخيره اهي هون، واروح على الاخيره اللي هي ديت اهو، واخد الثانيه كوبي واروح على الاخيره اللي هي كده. النص انا عملت له الكي فريم بتاعه والحركه بتاعته، اقفل واروح اشوف الاول اهو، النص بدا يطلع وينزل اهو، يطلع وينزل. طيب دلوقتي جه علينا دور الصوت، والصوت برضو انا موفره لك في المرفقات اهو، باخد الصوت بحطه تحت بسيطه جدا، وبجرب كده الصوت وبمشي بالظبط اهو، يطلع الصوت بيتنفس تمام. اجي على اخر الصوت او على الحته اللي طالعه مني اهو، اوقف واعمل كات حرف الاس، احذف دي واروح على الصوت برضو احذف دي اهو. لو رجعنا بصينا على النص من الاول خلي بالك اهو، اقرب لك الشاشه،
بص على النص، طبعا الالوان زي ما انت عايز اهي، مش اهم حاجه الحركه، يعني اهم حاجه الحركه تبقى بالظبط على نفس المقاسات اهي. بص الحركه طبعا دي بتنفع تتعمل مقدمه، وبتنفع تتعمل في نص الكلام، وبتنفع تتعمل على فيلم او على صوره. طيب انا مثلا عايز اخلي الشاشه دي وراها خلفيه، خلاص وراها خلفيه جميله او حاجه، باجي هنا اقف واعمل انسرت فيديو دراج، وانا مثلا عامل صوره خلفيه دخان برضه هحطها لك في المرفقات. خلاص اجي دلوقتي بص، لو مش الفيديو هسمع الصوت بس لكن مش هشوف الكلام، خلاص الخلفيه خفت الكلام. نعمل ايه عشان نظهر الكلام؟ هنروح هنا اهو ونضغط ونختار سكرين عشان تكون لها خلفيه، ظهر معانا الكلام. تعالى دلوقتي نجرب ونشوف المنظر اهو، ونعمل بلاي اهي، خلفية اللي انا عايزها. وطبعا زي ما احنا اتفقنا قبل كده بنقدر نتعلم كل خواص الخلفية من اللي هي event تاني، زي ما احنا متعلمينها نختار دي كلها او نختارها او نوسع زي ما احنا عايزين. ونبص في الاخر اهو العمل، نبص ليه اهو اهو مع الصوت بالظبط. اهم حاجة في المونتاج طالما هتشتغل بحاجة فيها صوت يبقى ان شاء الله لازم تختار التوقيت بتاع طلوع الصوت ودخوله عشان يبقى مظبوط. تعالى كده نعيد بسرعه اللي قلناه، هنحذف ده كده، ديليت تراك ديليت تراك ديليت تراك. طبعا اهو الاسم اول خانه، طبعا اتعلمنا ازاي نكتب. هنروح على افكت اهو، عفوا بروبرتيز، وهنختار مثلا اللون الازرق، خلينا مثلا نشتغل على اللون الاحمر اهو اهو احمر، يعني خلينا في اللون ده عشان يبقى ظاهر لكم الحركة اهي. لو في هنا اي مساحة او في اي حاجة ناخدها نعملها اهو تمام. واروح على خلاص كده انتهت الكلمة، بقفل واروح على فيد فيكس واختار البنش اهي، البنش حتى ممكن اسحبه عليه او اجيب الاولاني اهو. زي ما احنا قلنا هنفتح الوقت بتاعنا، أول علامة هنعلمها هنا، ونروح على 87 أو 88 مش هتفرق، 87. العلامة التانية هنخليها نرجعها تاني ل 391 أهي. وأنت عارف كده تقدر تكتب الرقم، يعني نقدر نعمل كده أهو 9 1، ويا دوبك نعلم في أي مكان أهو طلع معانا. نروح ناخد دي كوبي اهو، ونروح عند مثلا دي تمام، ونختار باست، وبعد كده ناخد التانية نروح كوبي ونوديها هنا اهو، ونرجع ناخد الأولانية كوبي اهو ونروح نحطها هنا، ونرجع ناخد التانية كوبي ونحطها هنا، ونروح نتفرج على العكس اهو. هنلاقي النص بيطلع وينزل، ناقصنا ملف الصوت زي ما قلت انا بعتهولك او حطه في المرفقات اهو. نيجي نتفرج اهو اهو الصوت، احنا هنوقف هنا مثلا ونقطع خلاص عند نهاية الحاجة، احنا مش عايزين الزيادة دي اهي. وبرضو عند الصوت احنا مش عايزين الزيادة بتاعته اهو، ادي حرف اس، نرجع نتفرج على العمل، ادي الصوت وينزل معاك زي ما انت عايز. طبعا تقدر تعلي، مثلا انا عايز اعلي وهي طالعه كده تبقى عاليه، ازود 87 اعملها اقل من 87، عايز ازود الدخول اهو بزودها برضو بعمل اكتر من 391. زي ما انا قلت لو عايزين خلفيه هنعمل اي خلفيه احنا عايزينها، انا مديك خلفيه دخان اهي، اي خلفيه انت عايزها اهي، اي خلفيه يعني اللي انت عايزه. وادي اهي سكرين تمام ظهرت معايا، وابدأ اتفرج على النص بالخلفية بتاعته الدخان بكله. ده ان شاء الله الدرس 15، وبإذن الله هنبدأ برضه في الدرس 16. لو في اي حاجة مش مفهومة او اي حاجة عايزين نرجعها تاني اعملها مفيش مشاكل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.